حدوث انفجار شديد في بلدة الخوين الخاضعة لسيطرة قوات النظام بريف إدلب الجنوبي الشرقي. مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في بلدة سوران بريف حما الشمالي. اندلاع حريق في مخيم البل النازحين شرق مدينة عزاز بريف حلب الشمالي. صفحات موالية تقول إن امرأة توفيت جراء دهسها من قبل باص نقل داخلي على طريق المزة في العاصمة دمشق. منظمة Human Rights Watch تصرح بأن نظام الأسد احتجز 3 سوريين على الأقل من الذين رحلهم الأمن العام اللبناني إلى سوريا، وتقول إن لبنان يعرض السوريين لمخاطر جسيمة. المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان يقول إن بلاده ستسحب 5000 من جنودها من 5 قواعد عسكرية لها في أفغانستان بموجب الاتفاق مع حركة طالبان. استقرار سعر صرف الليرة السورية منخفضة عن 642 للدولار الواحد و705 ليرات أمام اليورو و110 ليرات مقابل الليرة التركية.